ولمزيد من التفاصيل سيكون معنا أيضا الرئيس مجلس المحلي لجالو الأستاذ أحمد طوير. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ، هل لك أن تضعنا في الصورة هناك، ما الذي حدث تحديدا في المجلس المحلي جالو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. الحقيقة ما حدث بالأمس عند الساعة 11 صباحا جاء أناس تجمعوا خارج المجلس المحلي ودخلوا وحاولوا الدخول على مكتب رئيس المجلس المحلي بالقوة. تصدى لهم بعض الحرسات من ثوار 17 من فبراير ومن الناس الخيرين، وقالوا لهم لا تدخلوا جزافا على رئيس المجلس المحلي إلا يكون منكم ممثلون. دخل منهم 10 أشخاص ومجدين أسماءهم الآن في مديرية أمن المنطقة. وبعد حديث دخلوا المجموعة وتم التهجم علي شخصيا ومحاولة الاعتداء علي، إلا الله سبحانه وتعالى يستر. ثم الناس الخيرين الذين تمت حمايتي من قبل. طيب أستاذ أحمد طوير، نعم، هل بالفعل فرض هذا المجلس المحلي على أهالي المدينة من المجلس الوطني الانتقالي إلى الآن؟ لماذا لم تجرى انتخابات؟ نعم، عرضنا في الفترة الماضية انتخابات وشكلنا لجنة انتخابات ومفوضية، وموجود المستندات والجميع عرفها من أهالي جالو الخيرين، ولكن عزوف الناس على انتخابات. ثم صدر قرار لمنع الانتخابات بالمجالس المحلية. قدمنا الاستقالة عدة مرات، ولكن رغم هذه المشاكل حاولنا أن نذهب بالمنطقة إلى بر الأمان. الحمد لله لا يوجد بها إشكاليات. هؤلاء الأشخاص الموجودون هذه الفبركة لهذه الصورة هذه اليوم. أما الحادثة ما صار الاعتداء على المجلس المحلي وتكسير بعض المحتويات أو الاعتداء، محاولة الاعتداء على. ما هي الخدمات التي قدمها المجلس المحلي جالو للمدينة؟ نعم، ما هي الخدمات التي قدمها المجلس المحلي للمدينة؟ كما تعرفين سيدتي أن نحن نمشي في مرحلة انتقالية، وقدمنا كل ما هو مخول إلينا من 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 من, من, من إجراء كل المشاكل أو أي عراقيل. طيب ما هي أسباب التي تقدموا بها لهذا الاعتصام؟ يعني يقولون بأنكم لم تقوموا بتوفير الخدمات لازمة. هذا هم بعض الأناس لديهم بعض الأمور هم أدرى بها. هم لا يمثلون أهل المنطقة، هم يعني أهل المنطقة الخيرين والناس. اليوم كنت في اجتماع مع بعض الأعيان المنطقة، اليوم كنت في اجتماع مع مدير أمن المنطقة، وكان عندي اجتماع مع هيئة المحاربين. اليوم عملي ساير، بعض الأعضاء معايا، العمل ساير في مكان ثاني. أما العقوبات الجماعية التي يفعلها هؤلاء الأشخاص لإقبال خدمات الناس، نحن نقوم بخدمات الناس. اليوم تممنا العمل بعد الساعة الثالثة. نعم، نشتغل في كل مكان في أي مكان. نتمنى لكم التوفيق. الأستاذ رئيس المجلس المحلي مع مدينة جالو أحمد طوير، شكرا لك.